نجاة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من محاولة اغتيال فاشلة. العثمان يهنئ القيادة على سلامة الأمير محمد بن نايف. ردود الأفعال الرافضة للإرهاب تتواتر في جامعة الملك سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم التقرير الأسبوعي من جامعة الملك سعود. صدر بيان من الديوان الملكي وفيما يلي نصه: إنه في تمام الساعة 11:30 من مساء يوم الخميس الموافق 6 من شهر رمضان الجاري لعام 1430 للهجرة، وأثناء استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للمهنئين بشهر رمضان المبارك، ومن بينهم أحد المطلوبين من المجرمين الإرهابيين الذي أعلن مسبقا رغبته في تسليم نفسه أمام سموه، وأثناء إجراءات التفتيش قام هذا المطلوب بتفجير نفسه من خلال عبوة مزروعة في جسمه. وقد أصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بإصابات طفيفة لا تذكر، ولم يصب أحد بأي إصابات تذكر، وقد غادر سموه المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة حفظ الله سموه ورعاه من كل مكروه. وقد انتقل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود فور علمه بالخبر إلى المستشفى واطمأن على سموه. الحمد لله. والحمد لله بشرك إني بخير والله الحمد. الحمد لله. ويوم شفتك الحين بخير نزوة طلع. والعدو معتوه. والعدو بالدليل أقول ما جاني ولا إصابة نبت وراح 70 قطعة. الحمد لله. والحمد لله طلع طول عمرك اللي أموري زين وكل شيء زين، وهذا يزيدنا تصميم. الحمد لله. ما يزيدنا إلا تصميم طيب في العمل. إن شاء الله إن شاء الله. وإن شاء الله استصالها الأفضل لكلها. زادت الله فوق كل شيء. وباسم جميع منسوبي جامعة الملك سعود رفع إثر هذا البيان معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مشاعر الفرحة والسعادة بسلامة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وقال الدكتور العثمان في برقية بعثها: إن تلك العملية الغادرة كشفت وبدون أدنى شك عن انحراف هذه الفئة الضالة، حيث قابلت الحلم والعفو بالغدر ولم يراعوا حرمة هذا الشهر الفضيل. وأضاف: إن بصمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز واضحة للعيان، يستذكرها كل مواطن ومقيم بفخر واعتزاز في إرساء دعائم الأمن، فقد برع في محاربة كل من تسول له نفسه للنيل من هذا الوطن متسلحا بإيمانه وعلمه وبثقة قيادته. هذا وقد أكد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان على أن جميع أفراد المجتمع السعودي يقفون مع ولاة أمورهم ضد هذه المحاولات الإرهابية الفاشلة التي لن تفلح في ضرب الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة التي لم تألو جهدا في عمل كل ما من شأنه أن يحقق أسباب الرفاهية والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أراضيها، سائلا الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ بلادنا ودينها وأمنها، إنه سميع مجيب الدعاء. ردود الأفعال الرافضة لهذا الحادث الإرهابي الغاشم، حيث أكد عدد من طلاب جامعة الملك سعود على أن هذا العمل جريمة لا تغتفر، وأن الأمن الفكري يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية
كما أن الانحراف الفكري يؤدي إلى خسائر جسيمة للوطن والمواطن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. هكذا هي يد الغدر، دائما تحاول لي ذراع السلام الذي مد إليها وتنفر من أحضان العفو التي شملتها. حتى حرمة شهر رمضان الفضيل لم تكن رادعا لأهل الزيغ عن فعلتهم، فلبسوا ثوب الهداية وأبدوا الندم، واستقبلتهم قلوب ملئها الصفح والعفو عما سلف وكان، فمكروا مكرهم، لكن العناية الإلهية تأبى إلا أن تكون درعا وصونا لأهل الحق في وجه أهل الزيغ والضلال. ما أقول لهم إلا هو لا يحق المكر السيء إلا بأهله يعني. لكن للأسف يعني خبر جدا يعني شنيع، ولكن الحمد لله عدت على خير وربنا ستر. الحمد لله أن هذه المحاولة فشلت من قبل الفئة الضالة. أتمنى إن شاء الله أن تستأصل هذه الفئة الضالة. للأسف هذا عمل مشين يدل على فكر ضال تشرب الفساد حتى اعتقد به، فعمل عملا لا يرضاه لا دين ولا وطن ولا أي ثقافة. حنا كطلاب جامعة الملك سعود ما نأيد هذه الفئة الضالة على عملها اللي سوته اتجاه المملكة واتجاه الأمير محمد بن نايف. طبعا هذا العمل لا يبث له أي دين، ولا حتى لم يأتي في الكتب السماوية عن أحد يقوم بتفجير نفسه للرجل أن أمنه على نفسه وعلى حياته فيقوم بهذا العمل. طبعا هذا يكون الناس خارجين عن الدين قبل أن يكون خارجين عن القانون، لأنه يغرر بهم في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يقوم الإنسان بتفجير نفسه حتى يظهر الوسائل إعلام قام الفلان الفلاني بتفجير نفسه مقابل ماذا؟ شاب مغرر في مقتبل عمره يبدي النية في التوبة ليعلنها أمام سمو الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، بعد أن أضمر سلفا الشر وباع نفسه لأفكار ومعتقدات واهية يبرأ منها الدين وينكرها العقل. لكن مهلا يا وطني، فإن هذه البذرة فاسدة وتلك النبتة شاذة، وإن للوطن شبابا هم ركازا لبلدهم وذخرا لوطنهم، وكلهم إيمان بأن الشباب جزء من جسد هذا الوطن المتلاحم. أول شيء الحمد لله على سلامة طال عمره الأمير محمد بن نايف، وثاني شيء هي محاولة فاشلة، فشلت المحاولة، والحمد لله ونعمة من الله تعالى أنها فشلت المحاولة. وبعد المحاولة بان حب الناس للأمير محمد بن نايف، ونحن نحبه داخل قلوبنا ونفديه ونفدي جميع الوطن جميعا ونفديه بأرواحنا. نحن نقول نحن معك قلبا وقالبا وإلى الأمام، وما زلت لنا وستزل بإذن الله فخرا لنا ونحن وراءك. الحمد لله يعني احنا كل حكومتنا الرشيدة لم تقصر في أي شيء، كل شيء متوفر. أنا أكلمك بصفتي رجل يعني لست يعني رجل سياسي ولست، لكني موظف، الحمد لله كل شيء متوفر، إجازات موجودة ورواتب وزيادات، اللهم لك الحمد. يعني احنا عايشين في نعمة، وإيش اللي خليني أذهب إلى الخارج وبثون السموم في أعود هنا وأفجر بلدي وقالوا فلان نفذ عملية؟ تتفاجأ أخوك أبوك والديك، ماذا هو يعني؟ ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. طلاب جامعة الملك سعود بصوت واحد حمدا لله أن كفت أيادي الغدر وباءت مخططات أهلها بالفشل، وشكرا لله أن نجى رجالا صادقون سهروا لأجل أن يضم المواطن جفنيه في سكينة وأمان، وحفظ الله على بلادي نعمة الأمن والإيمان. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذا الأسبوع. نشكركم لطيب المتابعة، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.